ماله شيكابالا؟ مش فاهم. شيكابالا احسن لعيب في مصر. شيكابالا انت حر في غصب عن اي حد. لا غصب عنك. لا غصب انت. غصب لا, عن لا, لا 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 غصب عنك شكبالة. شكبالة. انت مش عن اي حد، لان الجمهور ده ليه احترام وليه غصب عنهم. انت عندك نسبه احترام رايحه. انا بسالك انت ايه غصب عن اي حد؟ عمل ايه شيكابالا؟ ليه؟ طب بس ثانيه واحده، يعني انا بسالك ماله شيكابالا قمت ترر غصب عن اي حد؟ هو حد قال عليه حاجه؟ مين في قيمه يا كابتن صديق؟ رد عليا، ماليش دعوه، ما تسالنيش، انا هنا بسال. انا بقول غصب. انا شايف من وجهه نظري ان انا ما سالتكش هو افضل ولا مش افضل. مين انت؟ بقول لك ماله شيكابالا؟ ماله على المؤامره الكونيه اللي انت بتتكلم عليها عليه. انت دلوقتي قلت لي احسن لعيب في مصر غصب عن عين اي حد. لا عندك انت. طب ماشي، مش عند ناس تانية ليها راي تاني. ده وجهه نظرك برضه. لا انا ماليش دعوه بيه ولا بقول رايي فيه. انا شايف ان هو احسن لعيب في مصر غصب عن اي حد. غصب ليه؟ هتعمم ليه يا كابتن صديق؟ انا شايف كده. كل واحد حر في وجهه نظره. ما انت ممكن تقولي انا مش شايف، لان انت مالكش سلطه على حد. انت ممكن تقولي برضو، او الحد ده يقولي انا مش شايف ان هو. انا سالتك سؤال، ماله شيكابالا؟ قلت لي احسن لعيب وغصب عن اي حد. ثواني. هو انا لما اقول دلوقتي، لما في ناس تقول لي النادي الاهلي فوق الجميع، او نادي الزمالك ملوك افريقيا، او مش عارف ايه، ما بيقولوش غصب عن عين اي حد. لا بيقولوا. ما بيقولوا. لا بيقولوا. طب وانت هتعمل عمل بقى لجمهور جمهور الكوره؟ حقه بيقولوا اسوء من كده. بيقولوا اسوء من اللي هو عايزه الجمهور. بيقولوا اسوء من كده الجمهور. يا وبعدين اقول لك حاجه، انت شايفه ان شيكابالا ما عندوش مؤامره كونيه؟ لا انا بسالك بقى، تعالى بقى نيجي للمؤامرات الكونيه. فانا بسالك، ما ينفعش عيب لا 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 احترام ولا ذوق ولا ادب ان انا اتكلم في اعراض؟ ما ينفعش. خلاص انت جمهور الكاميرا قدامك. إيه خلاص اي خلاص كاميرا من دول؟ خلاص ايه؟ استنى بس الكاميرا اهي، وقول لهم، قول للجمهور. لكن انا ما بتكلمش عشان الجمهور. انا برد على سؤالك. ما انا بقول، ما انا لسه ما سالتش. لا ما انا بقول انت جاي متحفز على شيكابالا. انا لسه ما سالتش. متحفز على شيكابالا؟ انا لسه ما جيتش سالت حاجه. انا مش متحفز على شيكابالا، بالعكس. على الكلام عليه. ما احبش حد يتكلم على شيكابالا. هو احنا لسه قلنا خاصة حاجه؟ خاصه في الشق ده. لكن في الشق الفني اديني فرصتي. لا انا شهادتي في شيكابالا انت حر يا كابتن صديق، بس معلش اديني فرصتي اسالك السؤال. انت قلت ان ما ينفعش النادي الاهلي يصدر قرار ضد شيكابالا، ضده فين؟ ايه اللي قاله النادي الاهلي؟ يعني ايه ده؟ بس يعني انت قلت ضد النادي. ثواني بس، وطي صوتك بس، اهم حاجه وطي صوتي. على فكره ده سيكونس البرنامج وانت عارف. اقول لك حاجه بقى، مالهاش علاقه بتوقيت. هو عايز اقول لك حاجه. هو انا لما كنت عشان بس انا ما بعديش الكلام. حاضر. انا صوتي مش عالي. اوكي ماشي. هو انا دلوقتي لما اكون الكره المصريه كلها دوريات. سالتك سؤال يا كابتن. ما انا هجاوبك دلوقتي. هو انت عايز تساليني سؤال مرتين؟ هو انا عايز اعرف انت قلت بعين النادي الاهلي. ما انا عايز اجاوبك. اتفضل. لما يكون مصر كلها بتلعب من غير جمهور، والدعاوي معروفه مين اللي بيخش، دخلوا الجمهورين. دخلوا الجمهورين وانا كنت حاضره. هو جمهور الزمالك هيش مش كابالا؟ انا بتكلم على الجماهير الاهلي. عارفه واحد او اثنين معروفين بالاسم، هم مين واساميهم ايه وبيقعدوا مع مين واصحاب مين واعضاء مجلس اداره عادي. دخلتني في حته تانية. انا بسالك على حاجه معينه. لا انا عايز اسال على حاجه معينه. أبداً. عشان انا عندي البيان اللي صدر من النادي الاهلي من كابتن سيد عبد الحفيظ، والجمله اللي انت قلتها. قلت هل يعقل ان يصدر الاهلي بيانا يدين جماهيره بالعنصريه؟ هو كابتن سيد عبد الحفيظ طلع قال حاجه على شيكابالا؟ انا ما اعرفش. انا بكلمك في ساعتها. سيبك من كده. انا بكلمك في موقف شفته قلت مش معقوله. قلت مش معقوله راجل قاعد ومجلس اداره النادي الاهلي عارفين ان الراجل ده اسمه فلان الفلاني وصاحبه مكده وسايبينه بيشتم شيكابالا، يبقى هم عارفين ان هم مبسوطين ان هو بيتشتم شيكابالا. لا معلش، طب سيبني اقول لك. زي ما واحد طلع في هو ما عندوش يعني هو ما عندوش ثاني يدافع عن نفسه. يا كابتن صديق ايه؟ يعني انت دلوقتي بتدافع له، هو ما عندوش ثاني يدافع عن نفسه؟ يعني انا بسالك على تصريح. طب ما انت بتساليني ليه طيب؟ طب ما انا بسالك على تصريح، انت بتجاوب في حته ثانيه خالص. ايوه لان اقول لك تصريح. لان شيكابالا ده زميل ليا واخويا الصغير. ماشي يا كابتن. ولما طلع كان بيلعب معانا. انتوا حرين مع بعض في علاقتكم، بس تسيبني اسالك. طب ما بتقوليش ليه على 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 نفس الموقف عضو مجلس اداره في احد الجرايد الخاصه؟ طب اقرا. سالوا على ايه؟ قالوا مين ده؟ انا ما اعرفوش. طب اقرا ده وبعدين نشوف مين اللي قال الكلام ده. هل يعقل ان يصدر الاهلي بيانا يدين جماهيره في العنصريه ضد شيكابالا؟ هم وضعوا الخطه للقضاء على شيكابالا. ليه يعني هيقضوا عليه ليه؟
يعني بياكل من بيته. انت بتساليني انا؟ ما هو انت اللي قايل الكلام ده. ما تسالي الميديا اللي بتطلع الاطفال اللي بتطلع تشتم شيكابالا والصفحات اللي بتشتم شيكابالا. صفحات ايه؟ وانتوا ما بتشوفوش انتوا صفحه الخلاط اللي عندكم دي بتعمل ايه في الناس ولا عندنا ايه؟ فين؟ عندي فين؟ ولا صفحه بلاش. انتوا عندكم 30,000 صفحه بتعمل ايه للي بيعترض؟ انا والله العظيم اقسم بالله ولا بخش على صفحات خلاط ولا مكان انا ولا ده ولا ده. انا بكلمك في موقف اتعرض لي زميل زي اي زميل هيتعرض. طب اقول لك حاجه، اشمعنى شيكابالا؟ طب اشمعنى عماد متعب لما انا طلعت برضه وقلت ما حدش مفروض يتكلم على عماد؟ عماد متعب ده، عماد متعب اكتر شخصيه قاست في كل المباريات. طب انت ليه مش جايبه لي حاجات عماد متعب اللي انا طلعت ساعتها قلت عماد متعب عيب، عماد متعب نجم كبير، عماد متعب عشان عماد متعب خلاص الجمهور معلش خلاص الجمهور بطله معلش.